انا اشتريت وانا بعتك ب 100,000. لا يا جاري، البيت اللي بيسوى 150,000 ليرة انا ما برضى اشتريه ب 100,000 ليرة، لذلك قررت اشتري بيتك ب 150,000 ليرة. لا يا اخي ابو ياسين، انت جاري وانت صاحب الحق فيه، وانا ما بجوز بيعك اياه بسعر الغريب. ارجوك، مسألة المال انتهينا منه، خلينا نفكر ببقية التفصيلات. حاضر، اذا بتتكرم بتشرف معي لمكتب ابو رشيد حتى نساوي عقد البيع. ليش مستعجل يا ابو فوزي؟ انا ماني مستعجل، انت بعت وانا اشتريت، وكلام الرجل اقوى من العقد. امرك يا سيدي، فاذا من بكره راح باشر بتحضير معاملة الفراغ. يا جاري، بدل ما تضيع وقتك بمعاملة الفراغ ضيعه على المشروع يمكن تنقذه. حاضر، أنا راح أشوف شخص يناحي المعاملة وبدفع له أجرته مني. على راحتك، أنا شخصيا ماني مستعجل. بس يا جاري، يعني ما بيجوز التأخير، بتعرف إنه الدنيا فيها موت وحياة. إيه، إذا راح الغالي ما في أسف على الرخيص. صحيح، بس في إلي عندك طلب صغير. تفضل. تعطيني مهلة 3 شهور حتى ألاقي بيت أسكن فيه. هذا كلام يا جاري، ممكن تقول هذا الكلام إلي؟ أنا ماني مستعجل على البيت، ولما بحتاج البيت ببقى ببلغك قبل 6 شهور. الحق حق يا جاري. قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. صدق رسول الله. عجبتكم الزينة سيدي؟ ممتازة يا أبو عدنان، ممتازة. هذا رسلان اللي أشرف عليها من بارح الصبح للمساء بالليل، هو والشباب عم يشتغلوا فيها. الله يسلمون. الله يعطيهم العافية. الله يعافيكم سيدي. بلغتوا أهاوي الحارة أنه الليلة ممنوع يفتحوا؟ بلغناهم سيدي، أصلاً ما في حدا فاضي يقعد بالقهوة بهالليلة الفضيلة، الناس عم تستناها من السنة للسنة لحتى يحيوها بالعبادة ويستغفروا ربهم. ليلة عظيمة يا أبو عدنان، ليلة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. إيه سيدي، شو راح تطلب هالليلة يا أبو عدنان من ربك؟ طلب صغير وبتمنى إنه يحقق لي يا رب العالمين، وراح أضل طول عمري أحلم فيه. بدي أطلب من الله يرزقني بيت ملك ولو بغرفة واحدة ومنافعة. يا الله، وكيلك احترق قلبي من السكنة مع الجيران سيدي. الله يحقق لك أمنيتك يا أبو عدنان. آمين يا رب. آمين. مو بس أنت فرحان يا أبو فوزي، نحن كلنا فرحانين وخصوصا أنا. على كل حال، الفضل بيرجع لأبو ياسين الجار الطيب. لو ما كان اشترى البيت مني كنت مضطر بيعه لواحد غريب، وكان لازم نخليه بخلال 3 شهور ونرحل للحارة. يا رب ترزق أبو ياسين، يا رب توفقه بماله وصحته وعياله، يا رب تحميه من كل سوء، يا رب تستر عليه وعلى حريمه مثل ما سترتنا من الفضيحة قدام الناس. اللهم آمين. يا رب بتقدرني على مكافأة هالجار الكريم. فعلا شيء غريب، أنا ماني مصدق إنه في لحد هلأ ناس طيبين مثل أبو ياسين. الدنيا لساها بخير يا ابني، وإذا خليت من الناس الطيبين وأهل المعروف خربت. شفتوا يا أولاد، شفتوا بعينكم؟ لما قلت لكم طلوع الروح أهون من فراق البيت وأهل الحارة استغربتوا كلامي. فرحانين بدكم تروحوا تسكنوا بالعمارات، هنيك الجار ما بيعرف اسم جاره. على كل، أبو ياسين أعطانا مهلة كبيرة، وبإمكاننا نقعد بالبيت سنة كاملة وما عنده مانع، وأنا متفائل كتير. بجوز الله سبحانه وتعالى يفتحها بوجهي ويجبر بخاطري، وبهالحالة بقدر بشتري البيت من أبو ياسين. آمين يا رب. يا جبار الخواطر، تجبر بخاطرنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.
يا رب. اسمعوا يا اولاد، الليله هي ليله القدر، وهي ليله مباركه القران الكريم نزل فيها وابواب السماء مفتوحه، والله سبحانه وتعالى بيستجيب فيها لكل دعاء. لذلك لازم نحييها بالعباده حتى يطلع الفجر. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. شو رأيكم نحييها بأرض الديار؟ ليش في قعدة أحلى من القعدة بأرض ديارنا؟ إذن اتفقنا. أنت بابا روح تيسر على شغلك، نحن بغيابك منرتب البيت ومننظفه ومنشطف أرض الديار، ولما بترجع المساء بتلاقيها مثل الحمام البيضة، ومنمد الأرض بالسجاد، ومنرش الورد بالمي، ومنخلي البحر تخدق خدق، وريحة الفل والياسمين تعبق علينا وعلى الجيران. توكلنا على الله. السلام عليكم. الله معك. السلام. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا. كيف الصحة يا أبي ياسين؟ الحمد لله. دائما الحمد لله. كل شيء تمام يا عادل أفندي. الحمد لله. الله لا يحرمنا هالليلة الفضيلة بالصحة والتقى والإيمان يا رب يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. آمين يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم. إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة، يعني ليلة القدر، خير من ألف شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا يحرمنا من خيرها يا عمي أبو ياسين. آمين يا رب. عم نستناها من السنة للسنة لحتى نوقف بين إيدين رب العالمين، نطلب من كرمه العفو والمغفرة. آمين يا رب. اللهم آمين. إيه أنتوا معزومين الليلة يا جيراني عندي. نتشرف يا أبو ياسين. أنا بعتذر لأنه أبو صبري الدهان عازم جيراني وعازمني على الفطور. لا، بتعتذر الليلة من أبو صبري لأنه أنا عندي مناسبة ولازم تكونوا موجودين فيها. وشو هالمناسبة هي يا أبو ياسين؟ إيه إذا قلت لك إياها ما بتبقى مفاجأة ولا مناسبة. طيب توكلنا على الله، راح أجي وجيب لك معي بعدنا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. يلا تشرفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا مو. يا عيوني امك. الليلة ما بدك تحيها ولا ناوي تنامي بعد صلاة العشاء؟ ما حدا بينام بهالليلة الفضيلة يا مو. طيب وشو ناوي تدعي لربك؟ ناوي ادعي له واقول له: إلهي يهديك ويرزقك لحتى ما يرضيك، ويمد في عمري تشوفك اتجوزت وصار عندك اولاد افرح فيهم قبل ما غمض عيون. إيه. وانت شو بدك تطلب من ربك؟ بيطلب من ربي، بيطلب من ربي يبعث لك كل وحده من اخواتي ابن الحلال يتجوزها. يا عيني على هالكلام الظريف، من مين تعلمته؟ من عمي ابو ياسين. عمي ابو ياسين دائما بيقول: بنت الحلال ابن الحلال، واخواتي بنات حلال، لكن ما لهم حظ، يمكن لأنه فقرة ما حدا عم يدق بابنا. يا مو، غنى البنت بأخلاقها وأدبها مو بمالها. طيب يا مو، هي إخواتي عندهم أدب وعندهم أخلاق، ليش لحد هلأ ما حدا خطبهم؟ لسه ما إجا نصيبهم يا ابني. رسلان، إيش بك رسلان؟ ما في شي يا مو، ما في شي. إذا ما في شيء ليش دمعتي عيونك؟ يا مو، ما حدا عم يخطب حدا من إخواتي لأنه بسببي أنا. ليه بسببك أنت؟ لأنه اسمي رسلان أبو الحبوس. يمكن إذا كان في حدا ناوي يخطب أخت من إخواتي كان يخاف يقولوا له، كان يخاف يقول لأولاده،
خالكم ابن حبوس. شو هالكلام يلي بده يسهرك؟ بده يرفع راسه فيك. كل الحاره بصغيره بكبيره بتحبك وبتقول رسلان رسلان زينه شباب الحاره. يا امو الحقيقه غير هيك يا امو، انا ظلمت نفسي، ظلمت نفسي وظلمت اخواتي معي. يا امو حبيبي اتركيني يا امو، اتركيني يا امو، اتركيني يا امو. تفضل يا ابو رشيد، ان شاء الله بتاكلوهم بالصحه والعافيه يا رب. الله يعافيك يا ابو ياسين. ابو ياسين بدي اسالك سؤال. تفضل. ادريت انك اشتريت بيت ابو فوزي؟ صحيح، هو جاري وانا احق بالبيت من الغريب. ما في شك، الجار له على الجار. صحيح. ان شاء الله ايت الرزق جميع ان شاء الله يا رب. تفضل ابو ياسين، بحب هدول توزعهم بمعرفتك على فقراء الحاره. شو هدول الفطره؟ لا، هذا المبلغ زكاة عن مالي، وباعتبارك انت بتعرف فقراء اهل الحارة اكثر مني، بحب توزعهم بمعرفتك. إيه، الله يبارك لك بمالك وصحتك يا رب. الله يبارك فيك يا ابو ياسين. المال اللي اندفع اليوم، مال الزكاة اللي اندفع اليوم بالحارة، بيعادل كل المال اللي اندفع خلال شهر رمضان كله يا جاري. شيء طبيعي يا ابو ياسين، يوم مبارك وفرصة عظيمة حتى الانسان يقوم بواجبه تجاه ربه سبحانه وتعالى وتجاه نفسه. بعدين دفع زكاة المال أمر لابد منه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرني بخدمة. سلامتك، بس أنا اليوم داعيك عندي على الفطور، في عندي مناسبة وبيسعدني تكون معنا فيها. بتشرف يا أبو ياسين، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. رسلان؟ آه. امشي روح لعندي على البيت. اتركني، حاسس الدنيا مالها واسعتني. خير يا رسلان؟ العالم فرحاني وانت زعلان، شو صار معك؟ شغله بسيطه، اتركني اتمشالي هيك شي ساعه زمان لحالي لحتى نوح عن بالي شوي. الظاهر امك ما وافقت على زواجك؟ بالعكس يا ابو عدنان، بالعكس، منى عينها تشوفني متجوز وعندي اولاد. مركزي على شي وحده بالحاره؟ صدقني ما بعرف، ما سالتها السؤال. رح أدلك على واحدة أهل جماعة مستورين وطيبين، والبنت أدب وحشمة وكمال، وبالوقت نفسه حلوة كتير، قوام ممشوق، بياض بلون الياسمين، وعيون يا رسلان. لك استبى، وين راكب؟ شباك شو مالك صايم أبو عدنان؟ بعدين شو نسيان إن اليوم 27 رمضان؟ مين سمح لك بعدين؟ مين سمح لك تحكي معي هيك حكي؟ تقي الله يا أبو عدنان، تقي الله. ولا يهمك، إذا الغاية شرعية ما في مانع من وصف محاسنها. وكيف يعني؟ يعني إذا كانت الغاية بأصل الزواج محرام، فإذا لا توصف لي إياها، لأني ما بدي أتجوز والله يستر على حريمنا، فاتركني امشي لحالي. ماني تاركك لحتى أعرف ليش زعلان، نحن أصحاب يا رسلان، والصاحب بيحكي وجعه لصاحبه، وأنا صاحبك وأخوك. ولو باطل، أهلين أخي أبو عدنان. لكن امشي لعندي على البيت. بصراحة إيه؟ أنا رايح لعند عزو مشان جيبه لعندي على البيت. امشي سوا. ايه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا أبو فوزي، جيت بوقتك. أمرني أنا بالخدمة. أنا عازمك الليلة عندي على الفطور. بتشرف يا أبو ياسين، بس أنا واعد عيالي الليلة نفطر بأرض الديار، وبدنا نحييها سوا. معلش يا ابو فوزي، انا الليله عندي مناسبه وبيسعدني تكون فيها معي، بعدين بترجع بتحييها مع العيال الصبح. امرك اخي. نعم. انا رحت لمكتب ابو رشيد وساويت عقد البيع. نعم. تفضل شوفه، شوف لي صيغته بتوافق عليها. الصيغه قانونيه وما عليها اي اشكال. ممكن توقع عليه؟ ليش مستعجل يا ابو فوزي؟ يا اخي يا ابو ياسين، انا رجال ابط حق البيت منك، وانت لازم يكون معك مستند رسمي يثبت انك اشتريت البيت، والدنيا فيها موت وحياه. يا ابو فوزي خليها لبعد العيد، انا هلا ماني فاضي.
أنا ما راح أخذ من وقتك كتير، بدي منك ساعة واحدة بس تنزل معي لدائرة الطابو حتى أفرغ لك البيت. مثل ما بدك، على راحتك. طالما يا أبو فوزي أنت مصر، أنا راح أقول لك الحقيقة. حقيقة؟ نعم. حقيقة شو؟ هذا البيت لسه بيتك وبيت أولادك. أنا يا أبو فوزي اشتريت جيرتك بمية وخمسين ألف ليرة. حدا بيصدق هالكلام يا أبو ياسين؟ رح أقول لك شغلي غير هيك. المبلغ اللي أعطيتك هي أنا دافع جزء من حقه، والباقي دفعوه جيرانك. هذا دين عليه قرضة الله حسنة. لما الله عز وجل بيرزقك بترجع المال لصاحبه. الله ما أحلاكم يا جيران. لو بفديكم بروحي ما برد الجميل. مهما بيني وبينك جار الدهر بتبقى جار، والله أوصى بسابع جار. شو باقي لك شو باقي لي يلي جيلك رافق جيلي؟ باقي لي منك هالجيرة وحق الجيرة وحق الغيرة. تبقى جاري وبير سراري وبعد نهر الدنيا جاري. له يا جاري لا تحتار، له يا جاري لا تحتار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا أخوان. منا ومنك يا سيدي. منا ومنكم لصالح الأعمال. طمني كيف صارت حالتك؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله ارتحت. المثل بيقول يا أخوان، دور لبنتك قبل ما تدور لابنك. هالكلام مظبوط يا بعدنان. المرأة خيمتها جوزها، وما حدا بيصون وبيحن عليها غيره. هلا ما يصير مؤاخذة، إذا أخوات اشتهوا شيء بجوز يستحقوا لي إياه. عم تحكي جواهر يا رسلان. لكن لو كانوا متجوزين، رجال هون مسؤول عن هون. صح. الله الله يا دنيا. شو بك عزو، ليش عم تضحك؟ عم بضحك لأنه رسلان اللي بنعرفه راح ورجع غيره. الحمد لله. بس فهمني يعني كيف؟ قصدي أقول إنه إذا فكر شي شاب من هالحارة يخطب شي أخت من أخواتك، نعم، كان يعمل مليون حساب ليجي يفاتحك وما يسترجي يفتح الموضوع، يخاف تنفضه شي كفين تقرر له أسنانه. الكف بسيطة بسيطة، ما له قيمة قدام السكينة ام التسع طقات. طط 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 طط. رجاء رجاء يا جماعة لا تذكروني بالماضي إذا بتريدوا. على كل حال أخي رسلان، أنت لا تشغل بالك بهيك موضوع منوب. كل شيء بهالدنيا اسمه نصيب. يا جماعة نحن تأخرنا على أبو ياسين، الرجل عامل وليمة ويمكن يحتاجنا. صحيح. يلا شباب قولوا الله يا رب سترك. يا الله يا ستر. في نومك لا تضع في الفوق. Always فوطة الأحلام، فوطة واحدة أفضل من اثنين كبار، وتمتص التسرب من كل الجهات لحماية دبل. جاهز لأي تحدي. Always إحنا جيل الأوائل. قصتك يا لطيف افندي، شو هالداعي لهالبكي؟ ليش عم تبكي؟ احكي قول. انا مغضوب يا ابي ياسين،
مغضوب؟ مغضوب ومنافق ولساني طويل ونمام وبغتاب الناس. انت بعقلك ولا جانين؟ هي الحقيقة أنا بعالي يا أبي ياسين، واللي حكيت لك يا ولسه أنا مخبى أعصاب. والله حطيت عقلي بكفي لسه في مخبى. اسمع لقلك، رشوة أخذت لمعامل المقبض عليها كنت أخفيها من عالم الوجود، لقمار لعبت، تعاطيت تجارة الزيت وغشيت، تنكة زيت لي كنت سارية 4 تنكات زيت أصلي، احتيال احتلت على الناس ووقعتهم على سندات مزورة، رفقاتي بالوظيفة خربت بيتهم واحد واحد، كنت كل يوم أكتب تقرير بواحد منهم للمدير، اتجوزت 2 نسوان وما عدلت بيناتهم، نشف ريقي نفسي انقطع، خليني ارتاح لي شوي بعدين بكمل لك. كل ما حل معاصي اللي ارتكبته والموبقات لسه فيه كمان؟ كتير كتير، هذا غيظ مفيض يا أبي ياسين، غيظ مفيض. هلأ أنت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ صدقني هاي الحياة يا أبي ياسين، قلت لحالي بكرة بيجي رمضان بتوب، إجا رمضان وما تبنى، قلت لحالي بتوب بالعشر الثاني، مرق العشر الثاني ولساني على حطيت إيدها، قلت لحالي أحسن وقت مناسب للتوبة هي ليلة 27 رمضان، هي ليلة مباركة فضيلة بتبقى أبواب السماء مفتوحة والله بيستجيب الدعوات فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا خايف منه يا أبي ياسين، كل خوفي إنه الله ما يغفر لي ذنوبي ولا يقبل توبتي بهالليلة الفضيلة يا أبي ياسين. مشان الله طمني، أنا تبت لله توبة نصوحة يا أبي ياسين، يعني إذا الليلة حياتها بالعبادة والاستغفار الله بيقبل توبتي. إذا تبت توبة نصوحة طبعا الله بيقبل توبتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أستغفر الله وأتوب إليه توبة نصوحة. دخيلك أبي ياسين، علمني شي دعاء أقول بهالليلة الفضيلة. قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. زكاتك أبي ياسين، زلي شي 7 كيلوات فواكه وشكلهن. شو عندك الليلة عزيمة؟ لا، بدي اسهر الليلة وتسلى فيهن، انا عم احيها لحتى ما انعس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في فايدة منك، دق المي بتطلع مي. ناس عم تحيها بالعبادة والتقى مشان تغذي ارواحها، وانت بدك تاكل مشان تغذي بطنك. ان شاء الله يا ابي ياسين. الله يجيب هديات يا ابي ياسين. هنيئا عادل افندي. الله يهنيك. الحمد لله. هنيئا اخي براشي. هتعمل يا رب. يسلموا 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 هديات، يسلموا هديات. الله يصلحك ويهديك يا ابي ياسين. لو لفت نظرنا انه في وجبه ثانيه ما كنا تقلنا على الفطور. لطيف افندي. نور علي افندي. لفت نظرنا وقال احسبوا حساب المحالي والفاكهه. وهيك يا جماعه. شو الحكي لك، انا غلطان عدم مؤاخذه. انا يا جماعه بس اقعد ورا طاوله الاكل بقيل حكي وبقيل سمعي. الله يشفيك يا لطيف افندي. اهلين ابو عدنان. منين شاري هالفاكهه الظريفه يا ابو ياسين؟ من دكانه ابو ياسين. شو الحكي؟ من غير يمين بحياتي ما شفت عندك فاكهه ظريفه مثل هيك. الله يجزيك الخير. لطيف افندي. مر سلام. ما يمر عليك ظالم. العالم عم يمزينا. ايه صحيح، هذا مؤاخذه يا اخي. ايه هات لشوف، قرب لي جاطه تفاح لنقي لنا تفاحه ثانيه زكاة قروشك. شريف اخي ابراهيم. من كل عقلك. يلا يا جماعه بدي ياكل. تفضل يا براشيد. دقيقه اذا سمحتوا. شو الحكي، خير ان شاء الله؟ طبعا انا دعيتكم باعتبار عندي مناسبه مهمه كثير. انتم لحد هلا ما عرفتوا شو هي المناسبه. تفضل يا براشيد. لا شك انه اهل الحاره
فرحانين كتير بتوبة رسلان. لا شك كلياتنا فرحانين. بس أكيد أكيد أنا فرحتي بتوبة رسلان قد فرح أهل الحارة كلهم. بارك الله عليك. بارك الله يا ابني. خلينا إياك ويمد بعمرك يا عم ياسين. الله يحفظك يا ابني. لذلك حبيت أقدم مكافأة لرسلان على توبته إذا قبل مني هالمكافأة. ولو يا عم ياسين مقبولة منك حتى لو على قطع رقبتي. أنا يا إخواني قررت جوز بنتي لرسلان على مهر معجل 100 ليرة سوري ومؤجل 100 ليرة سوري بس. على شرط يوافق رسلان. احسننا الشرف عم يا ياسين. لكن خلونا نقرا الفاتحه على نيه التوفيق. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب اعفي عني واغفر لي ذنوبي. يا رب سامحني واقبل توبتي. يا رب يا غفور يا كريم يا رحيم.